شو أول سيارة كانت لك؟ شو جنسيتك؟ كم ثروتك؟ هل أنت بتشتري بوغاتي؟ دعواتكم اشتري بوغاتي. هل أنت متزوج؟ والله صبحكم الله بالخير يا رفاقة الخير والجميع. ثابت لكل واحد مشترك ومفعل الجرس. أنتوا يا أصدقائي سألتوني أسئلة على حسابي المتواضع في إنستغرام، 2000 سؤال بجاوب على أغلب الأسئلة بعد شوية في هذا الفيديو، ولكن بنحط لكم الناس اللي فازوا رجاء من كل الناس اللي فازوا في فيديو اللايف اللي فتحناه قبل ما نصور هذا الفيديو. أتمنى منهم أنهم يحطوا أول ما يستلموا التليفونات عندهم يحطوا الهدايا اللي استلموها عشان المصداقية. قبل ما نبدأ هذا الفيديو، هذا سناب شات، طلع تليفونك سوى سكان حق الكود، هذا إنستغرام تشرف فيكم جميعا، ودائما اشترك فعل الجرس عشان انت تشوف الفيديوهات قبل كل حد. اسئلتكم جميعا يا رفاق الخير نجاوب عليها. ليتس جو. كنا مسوي لكم مكتب صغير هني حلو عشان نصور، ولكن كان فيه هو هذا المفتاح تسلا الموديل اس، وهذا مفتاح اللي هي الموديل 3. فافضل عن كذا هذا مكتبنا اللي بنسوي فيه اللايف يا اصدقائي. خلينا نسمعكم صوت السياره الجميل. الجميله، فبسم الله نبدا المسير باول سؤال يا رفاقه الخير. تفضل. اوكي، اول سؤال صراحه ما اعرف ايش اقول للي سال، بس شو جنسيتك؟ اخوكم علي سعيد الحمودي من دوله الامارات العربيه المتحده، وكلنا ربع واخوان يا اصدقائي. شوت مي داون بالسؤال الثاني. السؤال الثاني صراحه انا بعد اساله، شو أول سيارة كانت لك؟ جاوبنا على السؤال هذا قبل شوية لما كنا برع، ولكن إذا ما كان الصوت واضح هي ألتيما ومشيت فيها. ها كانت أول سيارة ملكي أنا أشتريها، ألتيما مشيت فيها 320 ألف كيلو، اللهم لك الحمد. كاني لفيت على الكرة الأرضية تقريبا عاش 15 مرة. ليتس جو. هل أنت متزوج؟ دفنتلي. اللهم لك الحمد متزوج يا رفاقة الخير. سؤال انا صراحه بعد اساله، كم ثروتك؟ كم ثروتي؟ تشوف بيل جيتس وين؟ اوكي عرفت؟ انا تشوف بيل جيتس هنا، انا قبل الاخير. علوم يا رفاقة الخير، هذا السؤال وايد نساله، يعني شو كم ثروتك؟ انا ممنوع عشان كم ثروتك، ولكن بشكل عام انا بقول لكم يعني اسمه اصلا ممنوع اتوقع تحط كم تربح او تحط حسابك البنكي او من هالسوالف، ولكن انا بشكل عام بقول لك انا حسابي في البنك حاليا، انا بقول لكم زين وانتم على راحتكم، حسابي في البنك حاليا 18، هذا مع كل شيء امتلكه، مع السياره مع كل شيء 18 درهم، 18 دينار، 18 دولار، 18000، 18 مش عارف شو، انا ما يخصني، انتم حطوا الاصفار على راحتكم، انا ما يخصني، انا حسابي 18. اوكي؟ اوكي؟ زين ونطلع من هالسالفة. بعدين يوم بيستوي اسمي علي بيل جيتس اسألوني كم ثروتك؟ انا غلبان. ليش اول شيء تصور سياراتك؟ هل فشخرة؟ فشخرة، فشخرة يعني خقاق او انت شايف نفسك. اعوذ بالله، اعوذ بالله. اول شيء لازم تعرفون يا رفاقة الخير انا اقلكم في كل شيء، زين؟ وسبحان الله حط في بالك معلومة، ما حد خذ كل شيء في الحياة. ما حد خذ كل شيء في الحياة، فيعني الواحد ما يطالعها بهذه النظرية. أنا دائما عندي قاعدة في الحياة، تبى تستوى ملياردير سيسمع لواحد ملياردير، تبى تشتري عقار سير عند واحد، يعني ما يصير واحد يبيع عليك قصر وهو شقة في عمره ما ماخذ، ما يصير. فأنا أختبر السيارات حول العالم، هذه وظيفتي، هذا اللي أسويه، اللي أسويه هذا اللي يدخل لي فلوس، جميل؟ حلو، اسافر حول العالم قبل السيارات ما تنزل، اخوكم الصغير يجربها، ولكن اللهم لك الحمد، ولكن ما يصير انا تم اجرب واتكلم عن والله بوغاتي وفراري وانا ما اشتري فراري، يعني انا هذا وجهه نظري. اوكي لو السيارات العاديه اللي كنا نشتريها اوكي، لكن ما يستوي والله العظيم انا والله انا اطلع بفراري لفتين واكلم مال الفراري اللي مشتري فراري، يعني مثلا انا احكم على واحد يشتري باغاني زوندا، تخيل بيقول لي اخرج من ما بشوف ما بشوف رقعة وجهك قدامي. بيقول لي انت اخذت باغاني زوندا في حياتك؟ كم مرة طلعت فيها؟ والله اخذتها يومين. انزين بتحكم علي انا ادفع انا 14 مليون درهم؟ 32 مليون درهم في بعضهم. ففي شغلات ما يصير انا اتفلسف فيها لان تحكمها وايد شغلات. هل في سيارات اسرع عن الفراري جي تي سي 4 لوسو عائلية؟ في، ولكن خذ الموتر هذا اللي تقوله وروح ووقف قدام فندق، ولا وقف قدام، ولا سير قرب من مكان. انت لما تروح بالفراري تبطل الباب
الشعب كله يتدرب صوبك وتستانس وتسولف مع الناس وكذا. فهذه القاعدة، هو مش سالفة فشخرة ولا احتمال كبير. انتوا خبروني تبون اصور سياراتي ولا ما تبون اصور سياراتي؟ قل لي علي لا تصور مواترك، خلاص هني مكتوب لا تصور مواترك، هني صور مواترك. انا اصوركم مواتر مال النا اللي هي مال المصانع، في نفس الوقت اخبركم على كذا سيارة مالي، لاني انا لما باخذ سيارة بهالسعر ابى حد يخبرني الزبدة يا جماعة يا ابو سعيد انت شو كيف تشتريها، كيف لما بتسوقها، ترى مش يعني اللي يشتري سيارة عنده فلوس، لا يمكن واحد يصير يشتري كاميرا ثلاث اضعاف راتبه، صح ولا لا؟ يمكن الناس اللي تحب النجوم يشتري التلسكوب هذا بخمس اضعاف راتبه، هل هو مسرف؟ لا، هو يحب هذا الشيء. فاللي مشتري الفراري مش احسن عنك، ولكن هو جمع له المبلغ عشان يشتري الفراري واستثنى شغلات ثانيه واخرها في حياته. واضح؟ واضح جدا. واضح. ليتس جو يانج بوي. هل البورش 918 اسرع عن البوغاتي؟ واو، تسارعا هي اسرع عنها، لانه 918 هي اسرع. هي تو، انا بالتسلا مش من الصفر ل 100 كانت 2.5. حلو، زين، هذه شقتني وانا بالتسلا ال 918. فال 918 هي 2.2 الناس جربوها 2.2، فتسارعا هي اسرع عن البوغاتي، ولكن السرعه كامله البوغاتي اسرع. هل 918 توصل 400؟ لا ما توصل 400، البوغاتي تروح 400 وتودع ال 400 وتساوي باي باي كش ملك حقها، ولكن هي تسارعا لما توصل 400 يصير خير. شو حفزك تدخل في مجال السيارات؟ في هذا المغرب وقبل رمضان اسال الله عز وجل ان يرحم جميع امواتنا واموات المسلمين ان شاء الله. الله يرحمك يا ابوي، الله يرحمه، ابوي كان عاشق للسيارات بشكل كبير جدا. فلما كنت صغير انا ما لحقت عليه عدل، ولكن لما كنت صغير كنت اشوف السيارات في بيتنا. فسبحان الله، حتى الحين ولد اختي الله يحفظه محمد عاشق للسيارات، فسبحان الله يعني هي تبدا معاك وفجاه يعني شفت لما اشوف فراري اشوف لامبورجيني اتجنن. فكبر الموضوع والحمد لله. هو اول خطوه في الحياه انك انت تعرف شو اللي تحبه، بعد ثاني خطوه انك انت اللي هو الشغف يسمونه، ثاني خطوه تحوله لبزنس، انت كذا 200 200 وبتكون مستانس. اللي بعده، اللي بعده، هل انت بتشتري بوغاتي؟ دعواتكم اشتري بوغاتي. والله شوفوا، انا الحين في مرحله من حياتي ما اقدر اشتري السيارات اللي وايد ينزل سعرها، عشان الواحد يكون صريح. البوغاتي روعه، واللي يشتري بوغاتي يعني يقول له، اقول لكم في موناكو في اي مكان اللي يوقف بوغاتي يقول للجميع اوس ما في بوغاتي زوندا والسوالف. مشكله البوغاتي ما تيود سعرها، فاللي مشترينها ملياردير ما يحاتي وايد السعر، يعني ما تيود سعرها وايد. ولكن هل بشتري بوغاتي؟ اذا شفت بوغاتي ليميتد اديشن، ليميتد اديشن مش العاديات، يمكن اشتريها. اوكي، يمكن عشان كونتنت حتى، ولكن يعتمد اذا انتم خبرتوني انه اشتري اراويكم سياراتي ولا ما اراويكم. باي ذا واي، في سيارتين يايات في الدرب، ما ادري تبون اصورها ولا ما تبون اصورها، عشان ما حد يقول لي فشخره، يقول لي تتحقق علينا بسياراتك. لا والله، كلنا ربع واخوان يا اصدقائي. انزين، شوت مي داون، شوت يو داون. اوكي، الفراري هذه بكم اشتريتها؟ كل شيء بكم بكم؟ يا رفاقة الخير، انا بقول لكم شيء عشان اعطيكم الزبده وانا مال. فراري زين، لو شلينا الهايبر كار تدخل عليهم، عندهم اربع سيارات. جميل؟ عندهم الـ 812 سعرها تقريبا 1.5 مليون درهم اماراتي، 400,000 دولار. عندهم الجي تي سي 4 لوسو نفس السعر، 500,000 دولار، يعني 450,000 دولار، يعني 1.5 مليون درهم. اوكي؟ اماراتي 1.47000، هذا سعر الجي تي سي 4 لوسو. عندهم 8 سلندر اقل، تكون بمليون او شيء كذا، 1.2 مليون، على حسب السبيك. فراري انت على حسب الاوبشنز اللي تحطها. بعدين انت شو تيك اللي هي الاف 8 بديله ال 488 اذا كنت تحب السوبر كار. انا عشان عندي عيله واحب اطلع مع عيلتي، احب اطلع مع ربعي، انا ابو عسكور، وكانت النيه ناخذ السياره هذه نسير اوروبا عشان نتمشى نحن كلنا مع بعض. وبعدها تيك السياره اللي هو ال 48 الاف 8 قيمتها 1.1 مليون كذا، وتنزل بعدين شويه وعلى حسب المواصفات. عندك بعدين اللي هي البورتوفينو اللي هي كشف هارد توب، هذه سعرها يعني تعتبر رخيصة، يعني 800,000 شيء كذا. فراري باي ذا واي، ما في فراري رخيصة. اوكي، وفراري عليها سيرفيس كونتراكت ومن غير ما تدفع ولا شيء. شوت مي داون، السؤال اللي بعده، شو عن الروما؟ الروما بعدها ما وصلت.
بعدها، فانت تقدر تشتريها. الاس اف 90 تقدر تشتريها بعد، ولكن هذيلا بعدهم يعني السيارات بعدهم يعني بتتريا، مش موجودات الحين في الوكاله. اوكي باذن المغرب. شو افضل سياره فور ويل في العالم؟ هم ثنتين، اذا تحب السرعه خذ الاورس، اذا تحب الفخامه طبعا تاخذ لك الروز رويز كلينن سلابانكا بلو من داخل مندرين، وانهي السالفه كلها وانتهى الموضوع. يا رفاقه الخير، اللهم بلغنا رمضان جميعا ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين، والله يحفظ ان شاء الله اهلكم جميعا. سلموا لي على اهلكم، اذا كان عندك عيال سلم عليهم، قول لهم علي الحمودي يسلم عليكم كلكم. امانه سلموا على اهلكم جميعا، وامانه سلموا على عيالكم، وسلموا على الوالدة والوالد، وسلموا على أهلكم جميعا. الله يحفظكم، قعدوا في البيت عشان ننتهي من هذه الأزمة كلها يا رفاقة الخير. الله رب العالمين. قريبا إذا كان عندكم أسئلة ثانية بعد خبروني. إذا ما تابعت الفيديوهات مال الأسبوع اللي طاف، هذا الفيديو أنا من هني، من قعدة البيت، من القعدة الجميلة. الله يحفظكم جميعا، أقلكم الجميع ثابت.